السلام عليكم، ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة هناخد اخر مفهوم energy and collisions. مستعدين؟ يلا نبدأ. collisions يعني تصادمات. تصادمات يعني اول حاجة تيجي ببالكو ان حاجات بتتخبط في بعضها. What happens to object when they collide with each other? When an object as truck hit another object as a car, we observe that energy is transferred when object hit or collide each other. A faster and heavier, more mass object has more energy than a slower and lighter, less mass object. احنا عرفنا دلوقتي ان اي جسمين هيصدموا ببعض اكيد هيحصل منهم دامج او تلف، وكمان ممكن يحصل زي صوت. انتم ملاحظين طبعا اي حاجة بتتصدم ببعض، حاجتين جسمين بيحصل منهم صوت، ده نتيجة ايه؟ energy. يعني الجسم الكبير التقيل لما يخبط ده هيصدر منه طاقة كبيرة، طاقة كبيرة وهتسبب ضرر اكبر. So the faster and heavier object that has more energy causes more damage than the slower or lighter object. الجسم الكبير وكمان اللي هيكون بيجي بيصطدم بسرعة أكبر ده هيصدر منه طاقة أكبر وأكيد تلف أكتر. وعشان كده أخدوا فكرة ال wrecking ball. ال wrecking ball used to knock down the buildings. It is very heavy steel ball that swings on the cable. شايفين الكرة؟ الكرة التقيلة دي بتكون متعلقة في الكيبل ده، في سلك، وبتروح شمال ويمين. swing يعني بتتحرك لحد ما تصطدم بالمبنى او بحيطة علشان تسبب لها ايه؟ ان هي تقع. يعني الصدمة دي لغرض ان المبنى يتهدم. So a wrecking ball heavy تقيل، وانا بعمل الحركة دي السوينج علشان تديني سرعة، علشان السرعة والجسم التقيل يصدر منهم طاقة، الطاقة دي تكون كبيرة وتسبب دامج وهدم للمبنى. So a wrecking ball used to knock down the parts of buildings. The collisions in cricket. تعالي نشوف دلوقتي التصادم في الرياضة. انت عارفين طبعا الكراكات اللي هو ان الكورة بتصطدم بمضرب ولازم تصطدم بسرعة وقوة. الكراكات is a popular game all over the world. In cricket the player uses a wooden pad to hit a ball. الكراكات player holds a pad and moves it as a ball comes towards him at high speed to collide with the pad. اللاعب ده اول ما يستقبل الكرة بيستقبلها ويخبطها ويصطدم بها بقوة وبسرعة. ليه؟ Because the pad transfer its kinetic energy to the ball. Then the speed of the ball increases and the ball returns back in different directions. The collision produces a popping sound and the player would feel the pad hitting the ball. شايفين دلوقتي اللاعب استلم الكرة وهيخبطها بقوة وبسرعة. ليه؟ علشان الكايناتيك انرجي الطاقة اللي موجودة في المضرب نتيجة طبعا حركة اللاعب، ان اللاعب هو اللي بيحرك المضرب، فالطاقة الحركية دي الكايناتيك هتتنقل للكرة فهتخلي الكرة ان هي تتحرك وتجري بسرعة جدا في كذا اتجاه، وهو ده الغرض من اللعبة. فالكولوجن هيسبب صوت صدمة نتيجة ان المضرب ده من الخشب، وصوت القوة والطاقة اللي طالعة من المضرب مع الكورة هتعمل لي sound energy صوت، وده اللي هنشوفه دلوقتي في السلايد. What happens to the driver body when the car stop suddenly؟ دلوقتي لو حصل حادثة لا قدر الله في عربية، ايه اللي هيحصل؟ تصادم العربية اتصدمت بحيطة زي ما كنا شفنا في المفهوم اللي فات، او عربية اتصدمت بعربية تانية. The driver body continues to move forward where the objects that are in motion stay in motion until something stops them.
العربية كانت ماشية وفجأة اتصدمت بأي جسم ووقفت، أكيد طبعا هيحصل ضرر. السافتي equipment used during collision of cars، لازم يكون في سافتي. سافتي يعني وسائل أمان علشان تحمي الراكب من الحادثة ديت ومن الأضرار. Number one، seat belts. They are used in car to keep the driver and passengers from moving forward when the car stops suddenly. So seat belts have saved thousands of lives. السيت بيلت انتوا عارفينه طبعا واكيد استخدموته كتير، حزام الامان ده اللي بيستخدمه السائق او الراكب كمان، الركاب اللي موجودين في العربية، ده بيحمي الركاب لما يحصل تصادم ان الجسم ما يخبطش فجأة في اي جسم صلب قدامه. يعني مثلا هنا السائق اثناء التصادم هيخبط في الدركسيون فكده جسمه وراسه هتتأذى، الراكب هيخبط في التابلو فكده برضه هيتأذى. فإذا السيت بيلت هنا بتمنع إن الراكب يخبط في أي حاجة قدامه. Moving forward. الإيرباكس. الإيرباكس are made of thin nylon material folded into the steering wheel. عارفين دلوقتي هنا المخدة دي اللي بتظهر فجأة، ده بتوفرها بعض العربيات طبعا السافتي إيكويبمنت ده. دي بتظهر قدام السائق أثناء التصادم لما يحصل صدمة، وبكده السائق جسمه وراسه هتكون محميين سيف ومش هيحصل لهم أي ضرر. Idea of operation. During a crash, an airbag inflates automatically when sensors in the car detect the crash. دي بعض العربيات قلنا بتوفرها إن أول ما العربية تحس خلاص إن في تصادم في بيكون فيها سنسورز، فالسنسورز دي اول ما تحس ان خلاص ان في صدمه المخده دي بتظهر فجاه قدام السائق. After collusion the airbag almost as fast as they inflate because they have holes or vents to allow them to deflate so the driver can get out of the car. دلوقتي العربيه زي ما انتم شايفين اول ما حصلت صدمه المخده اتنفخت قدامه علشان تمنع الضرر، وبعديها على طول بعد الصدمة المخدة دي خلاص الهواء اللي فيها بيخلص علشان يدي فرصة للسائق ان هو يخرج برا العربية. Their importance. The airbags slow the speed of the driver moving forward and absorb the energy of collusion. هنا الايرباك هي عملت ايه؟ امتصت الصدمة والطاقة الناتجة من الصدمة، فبكده الجسم ولا الرأس ما حصل لهمش حاجة ولا تأذوا. So the safety equipment used during collision of cars, the seat belts and the airbags. وكل دول علشان يحموا الركاب من الضرر. Collisions between cars and trains. Because trains are much larger than cars and also travel at higher speed than car, it's more dangerous and the force of collusion between cars and the train increases. اكيد عارفين طبعا ان الحادثة لما تكون ما بين قطر وعربية دي تبقى حادثة صعبة جدا، واكيد حادثة مميتة يعني، لان سرعة القطر وكمان ان القطر جاي بسرعة قوة وان القطر حجمه كبير والعربية حجمها اقل طبعا بكتير، فهنا قوة التصادم بتبقى كبيرة جدا لدرجة ان العربية بتتفرم زي ما انتوا شايفينها كده، لان قوة الدفع كبيرة وحجم كمان القطر كبير وحجم العربية صغيرة وقوة الصدمة كبيرة، فيعني صدمة مميتة. Energy and collusion. So when two objects bump or crash or hit with each other, it means collusion. So collusion is at the moment where two objects hit or make contact in a forceful way. اتفقنا دلوقتي ان collusion التصادم يعني جسمين اتصدموا ببعض بقوة، لازم يكون في قوة جامدة لدرجة انك انت بتسمع لها صوت.
عايزين نعرف دلوقتي اللي changes in energy. What happens if you are running down the street without looking in front of you and hit a traffic sign? عايزين نعرف دلوقتي لما انت تكون ماشي في الطريق كده مش واخد بالك وخبطت في اي لافتة قدامك او اي حتى عمود. You will stop moving forward and you may bounce off and get hurt. Sure, and the traffic sign may vibrate. اللي هيحصل زي ما البنت هنا دلوقتي بنفس المثال برضو، انت هتخبط فالازاز هنا حصل له ايه؟ vibrate، اتهز، والبنت طبعا اكيد هنا اتأذت، hurt، get hurt. عايزين نعرف دلوقتي ال changes in energy. The kinetic energy transfer from your body to the traffic sign or the glass, and this leads to vibration of the traffic. And a part of your kinetic energy changes into sound energy. So you will hear the sound of collision. صوت التصادم ده جاي نتيجة تحويل الطاقة الكيناتيك اللي هي جاية من جسمك نتيجة حركتك بقوة، اتحولت إلى sound. الساوند انرجي ده جاي من الفايبريشن، ان الازاز او اللافته اتهزت، اتهزت يعني عملت صوت. So kinetic changes into sound energy. The effect of speed on collisions. عايزين نعرف تأثير السرعة على التصادم. شفنا القطر لما صدم العربية، القطر عشان جاي بسرعة قوية عمل تصادم عنيف وخطر جدا، وكان تصادم مميت كمان. So the speed affect the collision. And compare between a fast moving object and slow moving object according to the energy and the damage. A fast moving object more energy. And when object hit another object produce more force and causes big damage that cannot be repaired. الجسم لما هيكون ماشي بسرعة قوية هيصدر منه طاقة، طاقة حركة قوية جدا، فهتسبب تصادم قوي، والتصادم ده هيكون ليه أضرار لا يمكن إصلاحها. In the slow moving object less energy, less force and less damage. والعكس الجسم أو العربية لما يكون هيتحركوا بسرعة أقل يعني طاقة أقل يعني قوة أقل يعني ضرر أقل. So increasing the speed of the object the energy transferred during collision will increase and this transferred energy may be in the form of heat, light and sound which can cause damage. What happens when two cars move at different speed in an opposite direction collide with each other? دي هنا العربيتين لما يكونوا جايين في اتجاه عكس بعض هيصدر منهم تصادم قوي جدا. Because the force of these accidents depend on the speed of both cars. And so the damage would be much more severe because they move in opposite direction. العربيتين لما يكونوا عكس بعض يعني جايين بقوة دفع على حسب سرعتهم، ولما يصطدموا ببعض الاصطدام هيكون في الاتجاه العكسي. شايفين هنا العربية لما اتصدمت بالعربية التانية اتطبقت لورا، رجعت لورا لأن الصدمة هترجعها في اتجاه العكسي وده هتسبب الضرر القوي. Two cars move at different speed in the same direction collide with each other. طب لو هما ماشيين في نفس الاتجاه. The forces in this accident depend on the speed of both cars. But the damage would be less severe because they move in the same direction. So collision when the two objects in opposite direction causes more or severe damage. But when two objects move in the same direction collide with each other, it causes less damage. Number two, the effect of mass on collision. عرفنا خلاص تأثير السرعة، هنعرف دلوقتي تأثير الحجم والكتلة عليها. يعني عايزين نشوف الجسم الكبير والجسم الخفيف، الجسم التقيل والجسم الخفيف. The relation between
the mass of objects and their kinetic energy. وده اللي احنا كنا شفناه في الكونسبت اللي فات. ايه هو العلاقة ما بين كتلة الجسم الجسم اللي بيتحرك والكينيتيك انرجي والطاقة الحركية اللي هتصدر منه. Different vehicles have different masses. A large truck has much greater mass than a car. If the large truck is traveling at the same speed of the car, the truck has more kinetic energy than the car. So the truck needs bigger engine than the car. As the vehicle moves faster, the amount of fuel that burns inside the engine increases to provide it with more kinetic energy. As the mass of an object increases, its kinetic energy increases. شفنا الفرق اللي فات ان السبيد بتأثر ازاي على الكولوجن؟ ده عن طريق الكينيتيك انرجي. يعني السبيد انكريز الكينيتيك انرجي انكريزز. وهنا برضو نفس الكلام، الماس انكريز الكينيتيك انرجي انكريزز. هنا الفرق ما بين التراك والكار، التراك عربية تقيلة، يعني هنلاقي ان المحرك فيها اقوى من العربية، وكمان هنلاقي ان هي هتمشي اسرع لو البنزين هنا اتحرق بصورة اكبر. يعني العربية الكبيرة هتكون ماشية بسرعة أكبر وكمان هتنتج طاقة حركية أكبر. So the truck has a big mass, big engine, more fuel. طبعا هتستخدم بنزين أكتر وهتحرق بنزين أكتر علشان تقدر إن هي تمشي بسرعة وكمان more kinetic energy. لكن الكار small mass, small engine, small kinetic energy and use less fuel. طب يا ترى دلوقتي ايه هيكون تأثير الكولوجن على التراك والكار؟ اكيد طبعا الصدمة اللي هتكون جاية من التراك هتكون صدمة قوية جدا وهتسبب ضرر ويمكن ضرر مميت كمان، لكن العربية هتسبب ضرر اقل. زي ما انتوا شايفين هنا مثلا هنا حصل تصادم بعجلة، العجلة ما حصلتش منها أي مشكلة، يعني ما حصلش حاجة مميتة. ليه؟ لأن كتلة العجلة خفيفة، فهنا التصادم والقوة الناتجة الكينيتيك انرجي الناتجة من العجلة مش هتكون بالدرجة الكافية إن هي تأذي شخص. لكن هنا العربية، العربية يعني هنا أكبر أتقل، فلما تصدم شخص ده كده هتسبب له ضرر أقوى لأن هي هينتج منها طاقة حركية أكبر وقوة أكبر. So mass effect on collisions. Increase the mass, increase the kinetic energy, and the collision increase and causes severe damage. Let's see the energy conversion during collision in Newton cradle. Newton cradle دي بتبقى كور، الكور دي بتتحرك زي حركة البندول، دي كور بتتخبط في بعضها. تعال نشوف دلوقتي أثر الكولوجن ده على الطاقة. When the Newton cradle ball is raised up without leaving it go, it stores potential energy and doesn't have any kinetic energy. فاكرين ال potential energy؟ ال potential يعني ال stored energy at height. هنلاقي ان الطاقة ديت بتكون على ارتفاع. هنا لما الكورة بترتفع لفوق هنسيبها لفوق من غير طبعا ما تنزل، احنا بس هنسيبها دلوقتي لفوق، يعني هي الكورة دي هتكون لفوق. هنا هنلاقي ان الـ potential energy هي اللي هتكون موجودة، no kinetic. But when you leave the ball moves in the direction of the rest ball, the potential energy decrease and changes into kinetic energy. لما الكورة بقى هنسيبها علشان تخبط في بقية الكور اللي تحت هتتحول هنا إلى kinetic energy. احنا قلنا ايه؟ هنسيبها تنزل وتتحرك وتخبط في باقي الكور، فهنا الـ potential it changes into kinetic. Most of kinetic in the Newton cradle is transferred from the first ball to the rest of balls. So the number of balls moving on both sides is equal. دلوقتي هنلاقي ان الكيناتيك دي جايه منين؟ نتيجه الكره الاولانيه، الكره الاولانيه اللي كانت مخزنه فيها البوتنشال، فالبوتنشال لما اتسابت ونزلت تحت عشان تتحرك
اتحولت كلها الى كايناتيك، والكايناتيك بدورها خبطت في باقي الكور وسببت لهم الحركه، والحركه هتكون متساويه في الاتجاهين. So the kinetic energy of the first ball it changed into other forms such as sound or thermal energy. وطبعا ده انتوا اكيد لاحظتوا ان الكوره لما خبطت في باقي الكور عملت صوت. الصوت ده جاي منين؟ جاي من الكايناتيك انرجي، نتيجه الحركه بقوه. الحركه دي خبطت في الكوره الثانيه فسببت لها الفايبريشن وعملت الصوت. And the thermal energy. Thermal. طب والثيرمال هتيجي منين؟ الثيرمال هتيجي من الفراكشن فورس. الفراكشن فورس between the balls and other forms of energy producing due to the fraction between the air and the ball. يعني أنا دلوقتي هينتج عني sound energy and thermal energy. Sound energy جاية منين؟ من الكينيتيك لما هتخبط في باقي الكور هتسمع لها صوت طبعا. طب والثيرمال؟ الثيرمال الحرارة دي هتيجي نتيجة الفراكشن. واحنا قبل كده خدنا الفراكشن فورس يعني when two side contact when two surface contact with each other. هنا هلاقي الكورتين بيحصل ما بينهم فراكشن احتكاك وده اللي هيسبب الثيرمال انرجي. So collusion produce sound energy and thermal energy and other forms of energy due to the kinetic energy which transferred from the moving object to another. Crash site scenario. دلوقتي عايزين نشوف ايه هي السيناريوهات اللي هتكون واردة لما يحصل حادثة لا قدر الله. دلوقتي لو احنا عندنا دلوقتي عربيتين جايين side collusion يعني جايين بجنب، هيحصل تصادم جانبي، وهنا هيحصل front collusion يعني تصادم امامي، خبطوا في بعض وكل عربية منهم جاية من طريق. ال side collusion here the red car moves in a straight line across the intersection from the stop position while the other car the small car moves also in a straight line. So the car hit the red car as it sides. And the red arrow show the direction of the red car after collusion. شايفين دلوقتي هنا العربيتين دول، العربية الكبيرة جاية من طريق والعربية الصغيرة دي جاية من طريق، لكن هما الاتنين كانوا ماشيين straight line على طول واتقابلوا في التقاطع side. يبقى يعني هما اتقابلوا في التقاطع وحصل الكولوجن ده في التقاطع، يعني هنا حصل side collusion لان هما اتقابلوا في تقاطع. الفرونت collusion. الفرونت collusion when the red car moves through its right way slowly towards the intersection while the other car moves very fast in a wrong direction. The two cars met each other and collide from the front. طب انت هتقولي دلوقتي هما الاتنين اللي مشيهم كده عكس بعض، ده اكيد لان ده ماشي غلط، واحد ماشي عكسي، علشان كده بنلاقي في الطريق لازم يكون في حارتين رايح وجاي، ما ينفعش عربيتين يكونوا ماشيين في نفس الاتجاه، يعني ما يكونوش جايين في نفس الاتجاه كده ويخبطوا في بعض ويعملوا حادثه، لازم يكون كل عربية ماشية في صف. لكن هنا حصل حادثة، خلاص واحد فيهم مشي عكسي، مشي وخالف قواعد المرور ومشي عكسي، فحصل التصادم هنا front collusion، وده اللي اتفقنا عليه وشفناه المرة اللي فاتت ان ده cause severe damage. وشايفين هنا ايه اللي حصل؟ الكولوجن، بعد ما حصل الكولوجن العربيتين رجعوا لورا، وده هنا اللي سبب severe damage. So side collusion side by side collusion by side. Front collusion when the R moves in opposite direction. وبكده نكون خلصنا الوحدة التانية والكونسبت الرابع،
وكده نكون خلصنا المنهج كله، منهج الساينس. اشوفكم ان شاء الله على خير في الترم التاني، ويا ريت يكون قدمنا منهج كويس وقدمنا ماتيريال كويسه واستفدتوا منها. شكرا ليكم وباي باي.